فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل ألوان، بنعرض عليها فرص ومنح كتيرة جدا بشكل مستمر. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه برضو فرص ومنح كتيرة جدا، ياريت برضو تتصفحوها من خلال سيكشن المنح الدراسية هنا. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة، وهي منحة دراسية ممولة بالكامل في تركيا. تمام، الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي دولة تركيا. الجهة المانحة هي جامعة كوتش يونيفرسيتي، وطبعا دي من أفضل وأحسن الجامعات حول العالم، وليها شراكات كتيرة جدا مع جامعات في دول أوروبية، في دول كتيرة جدا حول العالم، وبيدرس فيها عدد كبير جدا من الطلاب الدوليين. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول متاحة، سواء أنت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يعني حضرتك لو مخلص ثانوية عامة وفي آخر سنة من الثانوية العامة وعايز تقدم للمنحة دي متاح، وتدرس البكالوريوس في آخر سنة بكالوريوس، أو خلصت بكالوريوس وعايز تقدم ماجستير متاح في آخر سنة من الماجستير، أو خلصت ماجستير وعايز تقدم دكتوراه متاح. يعني المنحة دي بتشمل لك جميع المراحل الدراسية. ركز بقى معايا في التمويل بتاعها، لأنه تمويل صراحة ممتاز جدا. اول حاجة انت بتاخد رسوم الدراسة كاملة بالمجان، مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة في المنحة دي. تاني حاجة بتاخد راتب شهري، ومتوقع ان يكون بين 2000 حتى 4000 ليرة تركية، ودي برضو حاجة مميزة جدا. راتب شهري راتب كبير عندك، بيقدر يغطي لك كل تكاليف المعيشة والاحتياجات الشخصية. كمان عندك السكن الجامعي بتاخده مجانا، تأمين طبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث، بتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. بالاضافه كمان بيتم اعطائك زي كمبيوتر محمول اللي هو لابتوب مثلا، تمام، بتقدر تستخدمه في الابحاث بتاعتك واثناء الدراسه بتاعتك، فده بيتم تسليمه ليك اذا ما كانش معاك لابتوب اثناء الدراسه. تمام، طيب كمان في تامين على السفر، دي برضو من ضمن المميزات. ما تنساش كمان انك تدرس، او يعني لو قدمت في المنحه دي هتدرس في جامعه كوتش، ودي من افضل واحسن الجامعات حول العالم. بالنسبة للتخصصات المتاحة عندنا تخصصات كتير جدا، انا هقول لكم على الكليات، وجوه كل كلية تخصصات بقى الفرعية، زي كلية العلوم الادارية والاقتصاد بتلاقي فيها بقى الاقتصاد، ادارة الاعمال وغيره، كلية الهندسة بجميع انواعها، هندسة مدنية ميكانيكية كهربائية، كل ده برضو متاح. كلية العلوم عندك، كلية الطب مختلف تخصصاته، كلية التمريض، فدي كليات المتاحة في المنحة دي. عندك بقى كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة، ماجستير ودكتوراه في العلوم الهندسة الطبية الحيوية، هتلاقي بقى التخصصات هنا الخاصة بالماجستير والدكتوراه. عندك كلية الدراسات العليا للعلوم الصحية، ماجستير علم وظائف الأعضاء، تشوف بقى التخصصات المناسبة ليك اللي انت عايز تقدم ليها في المنحة دي، وبرضو ماجستير في إدارة الأعمال وماجستير في التمويل، برضو دي كلها تخصصات متاحة في المنحة. فانت عندك تخصصات عديدة جدا، طبية وأدبية وهندسية. تمام، طيب المنحة دي ليس بها حد أقصى العمر، سنك كبير سنك صغير بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. المنحة دي كمان لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية بشكل إلزامي عند التقديم. يعني إيه؟ طبعا جامعة كوتش معروف فيها إن أغلب التخصصات بيتم تدريسها باللغة الإنجليزية، في تخصصات كتير جدا باللغة الإنجليزية. المنحة دي لما أنت بتيجي تقدم فيها عند التقديم مش مطلوب منك شهادة لغة، لكن فيما بعد إذا تم قبولك في المنحة دي بيطلب منك شهادة اللغة. فانت بالتالي دي ميزة كويسة جدا. ليه؟ انت ممكن تقدر تقدم على المنحة دلوقتي، اذا تم قبولك تبدأ في اجراءات الحصول على شهادة اللغة الانجليزية، اذا ما تمش قبولك في المنحة دي يبقى انت ما خسرتش اي شيء خالص، ولا بدأت انك تحضر اللغة شهادة اللغة الانجليزية وتتعب نفسك. فانت ممكن تقدر تقدم دلوقتي، جالك القبول في المنحة ان شاء الله، تقدر تقدم على شهادة اللغة وبترفقها للجامعة، ما جالكش القبول يبقى انت كده ما ضيعتش وقتك في اي شيء. تمام، كمان المنحة دي زي احنا قلنا متاحة لكل المراحل الدراسية، بكالوريوس ماجستير دكتوراه. الأوراق المطلوبة في المنحة دي أوراق بسيطة مش معقدة، تمام، زي شهادة التخرج أو كشف الدرجات لآخر مؤهل دراسي،
دي بترفقها السي في بتاعك، السيره الذاتيه، خطاب النيه، خطابات توصيه اونلاين، ولو عندك شهاده اللغه بترفقها، لو مش عندك خلاص. اخر ميعاد للتقديم هو 15 سبتمبر 2021. هنا عفوا انا كتبت 15 ديسمبر، ولكن هي 15 ديسمبر 2021 ده اخر ميعاد للتقديم، 15 سبتمبر 2021. عندنا هنا ملاحظة، تنسوش كمان ان قناتنا قناة منح من كل الألوان بتوفر خدمات إضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين، كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منحة انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح، كمان خدمة تجهيز الأوراق عشان تستخدمها في التقديم للفرص والمنح بنفسك، وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان رابط خدماتنا الاضافيه هنا بتضغط عليه تمام، ويظهر لك كل الخدمات اللي احنا بنوفرها، بتشوف الخدمة المناسبة وبتقدم عليها. هيفتح معاك هنا رابط خدماتنا، هتلاقي خدمة الصين لو عايز تقدم عليها بتضغط تقدم من هنا، هتلاقي التقديم للمنح من هنا وتجهيز الأوراق والتقديم على الكورسات، شوف الخدمة المناسبة ليك وإن شاء الله بتملى الاستمارة وخدمة عملائنا بتتواصل معاك. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل. تيجي تضغط على الإعلان الرسمي عشان يفتح معاك كل تفاصيل المنحة اللي أنا قلتها، هتلاقي كل حاجة باللغة الإنجليزية من حيث التمويل، من حيث يعني شروط المنحة وما إلى ذلك تمام. فهتلاقي السكشن هنا من الجامعة اسمه Tuition and Scholarship تمام، اللي هو الرسوم الدراسية والتمويل، فده شعار الجامعة، ده الموقع الجامعة الرسمي Coach University. هتلاقي بقى التفاصيل هنا كلها، المنح الدراسية اللي بتعطى، المصاريف، التخصصات المتاحة، كل حاجة هتلاقيها مذكورة هنا في الموقع الرسمي تمام. طيب دلوقتي بقى خلينا نروح لابليكيشن التقديم، هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. طبعا انا السنة اللي فاتت كنت شرحت المنحة دي وشرحت ابليكيشن التقديم فيها بكل التفاصيل، فمفيش داعي ان انا اعيد شرحه تاني، انا هحط لكم جزء السنة اللي فاتت هو نفسه الابليكيشن، مفيش اختلاف، هتملى الابليكيشن وهتتبع نفس خطوات الفيديو عشان تملى الابليكيشن، ومفيش اي اختلاف خالص في الابليكيشن للسنة دي. انا هيظهر لي الصفحة بالشكل ده كمستخدم لاول مرة، طبعا انا ما عنديش زي يوزر نيم وباسورد على الموقع، فاروح هنا عند كلمة ريجستر واضغط عليها عشان اسجل كمستخدم جديد او اعمل اكاونت على موقع المنحة. اول حاجة عشان التسجيل هيظهر لك هنا، تكتب الفيرست نيم، الميدل نيم، لاست نيم، رقم تليفونك، تكتب الايميل بتاعك وتعمل كرييت الباسورد من عندك. بعد كده بتضغط على كلمة اي اجري وسبميت من هنا عشان تسجل على موقع المنحة. لما بتسجل بيوصلك زي كده رسالة على الايميل بتاعك تمام، وبتاخد الايميل والباسورد اللي انت كتبتهم هنا وبتروح تعمل لوجن هنا، يعني تحط في اليوزر نيم تحط الايميل بتاعك وتحط الباسورد هنا بعدين تعمل لوجن تمام عشان تدخل لابلكيشن المنحه. لما تعمل لوجن هيظهر لك الابلكيشن بالشكل ده، تروح حضرتك ضغط على كلمه ابلي ناو من هنا عشان تقدم ليه المنحه. طيب لما تضغط على كلمه ابلي ناو بيقول لك هنا اختار الكليه اللي انت عايز تقدم ليها. انا دلوقتي عايز اقدم مثلا في البيزنس مثلا، فاروح اضغط هنا على كليه البيزنس تمام. لما اضغط على الكليه هيظهر لي كذا تخصص، طبعا معايا درجه الماستر او الدكتوراه، هتلاقي حضرتك هنا كاتب لك مثلا ماستر ان انترناشونال مانجمنت تمام، وقيس بقى عليها هتلاقي تخصصات كتيره هنا، مثلا دكتوراه ان ماركتنج، فانا مثلا هختار ماستر ان انترناشونال مانجمنت واضغط على كلمه ابلي دي عشان اخش الابلكيشن واكمله تمام. طبعا هنا مطلوب منك انك تختار السمستر اللي انت عايز تبدا فيه، مثلا انا عايز ابدا في 2020، وبعد كده تقوم ضغط على ستارت ماي ابلكيشن تمام عشان يبدا معاك في الخطوه اللي بعد كده. هيظهر لك هنا مجموعه خانات، هنا مجموعه سيكشنز، لازم تكمل كل سيكشن منهم وتملى السيكشنز دي، وبعد كده بتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن. فاول سيكشن عندنا هو الجنرال انفورميشن اللي هي معلوماتك الشخصيه، زي بقى اسمك، عنوانك، الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك، الايميل، الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، كل الاشياء دي بتكتبها في اول خانه اللي هي جنرال انفورميشن. بعد كده في الايدوكيشن انفورميشن، الخانه الثانيه، بيطلب منك معلومات عن المرحله الدراسيه الاخيره بتاعتك، انت خلصت ايه اخر حاجه. فهنا هتلاقي حضرتك في الايدوكيشن هنا تختار اخر حاجه انت خلصتها، انا مثلا مخلص بكالوريوس، هتروح عند اندر جراديت تمام وتضغط عليها، وهنا بيقول لك اختار اسم المدرسه او الكليه اللي انت خلصتها. فبيقول لك لو هنا كاتبين لك نوت هنا، لو الاسم الكليه او المدرسه بتاعتك ما بتظهرش من ضمن القائمه، يعني هنا هم حاطين مجموعه كليات ومدارس في كل الدول، فلو كليتك ما بتظهرش بيقول لك تضغط على كلمه اسمها اذر تمام، ولما تضغط عليها بيفتح لك زي خانه كده بتحط فيها اسم السكول نيم هنا
تمام، ده لو اسم المدرسه بتاعتك مش موجوده واسم الكليه، وبتكتب بقى هنا الميجور بتاعك، التخصص بتاعك ايه، الديجري بتاعتك اللي هي باشلر، بتكتب الجي بي اي بتاعك من كام اللي هي الدرجه بتاعتك، بدات امتى وهتتخرج امتى، ولو انت لسه حاليا بتدرس بيقول لك ممكن تكتب تاريخ التخرج، حتى لو تاريخ التخرج ده لسه مثلا في سنه مثلا قصدي في 2020 مثلا في شهر 8 او شهر 9 ممكن تقدر تكتبه عادي برضو، يعني لو ما اتخرجتش لسه ولسه بتدرس في السنه الاخيره. طبعا بعد لما بتملى الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو التست سكورز. بالنسبه للسكورز في الشهاد بتاعتك بيقول لك هنا لو انت معاك مثلا جي ار اي، طبعا بالنسبه للجي ار اي والجي ام تي دي شهادات بتطلب في البيزنس وما الى ذلك في التخصصات المرتبطه بالبيزنس والمانجمنت، فبيقول لك لو معاك الشهادات دي ممكن يعني توضح لنا انت خدتها امتى والكواليفيكيشن بتاعتك ايه بالظبط، لو مش معاك خلاص بتسيب السكشن ده فاضي عادي. بعد كده بتخش على لانجويج سكورز اللي هي مهاراتك اللغويه في اللغه الانجليزيه او اللغه التركيه، وهنا بيقول لك اختار بالنسبه للغه الانجليزيه انا مثلا معايا التويفل تمام، فاكتب بياناتي في التويفل، لو واحنا قلنا لو مش معاك اي مهارات في اللغه الانجليزيه بتسيب الجزئيه دي فاضيه. بعد كده بتخش على الشهادات بقى المطلوبه منك تمام، اللي هي ريكوايرد دوكيومنتس، زي ما كنا وضحنا مطلوب بقى مجموعه شهادات زي السي في، وهنا المقال مطلوب منك كتابه زي مقال كده او السي، المقال ده تتكلم بقى فيه ليه انت عايز تقدم ليه تخصص البيزنس وتوصف كل حاجه زي كده بروبوزل تمام. وهنا بقى بتحط مثلا لو معاك اي شهادات اضافيه كاتب لك عليها اوبشنال، يعني لو في اي شهادات اضافيه مثلا شهادات كورسات شهادات تكريم بتحط المعلومات بتاعتها هنا. وهنا بيقول لك على السكولرشيب لو انت اخذت منحه قبل كده بتختار اسم المنحه اللي انت خدتها سابقا، لو انت خدت منحه قبل كده ما خدتش منحه سابقا خلاص بتسيب الجزئيه دي فاضيه. وهنا طبعا دي برضو زي بروفيشنال انفورميشن، معلومات اضافيه يعني عنك، ايه الهوايات اللي انت مثلا بتمارسها، ايه الحاجات مثلا اللي انت بتحبها ما الى ذلك، فبتختار الحاجات دي تمام. وهنا عندنا ريكومنديشن ليترز، زي ما كنا وضحنا ان مطلوب منك ريكومنديشن هتكون بشكل اونلاين، ومعناها انك بتحط بيانات شخص مسؤول عن او شخص مثلا تعامل معاك سابقا، سواء تعامل في دراسه درس لك قبل كده او شخص هيتعامل مثلا اتعاملت معاه، فبتحط بيانات الشخص ده وبتضغط على كلمه اي اندرستاند وبتعمل ريكويست ريكومنديشن، فبيوصلوا على طول للشخص ده رساله على الايميل بتاعه، الرساله دي بتحتوي على بعض الاسئله زي هو يعرفك منين، يعني بيوصف مهاراتك ازاي وما الى ذلك. بعد لما حضرتك بتخلص الخطوات دي بتلاقي ان كلمه سبميت ماي ابلكيشن بقت واضحه عندك بارزه كده، لان طبعا هي مش ظاهره لي لان انا ما خلصتش كل السكشنز اللي هنا، فلما تخلصهم بتلاقي كلمه سبميت ابلكيشن دي ظهرت عندك تمام، وبتضغط عليها ويبقى انت كده قدمت المنحه بنجاح. وبكده يبقى شفنا كل تفاصيل المنحه وعرفنا كيفيه التقديم، وبرضه ما تنسوش اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي، وكمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه لو حابين تقدموا من خلالنا بشكل احترافي، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.